بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير. نرحب بضيوف مجلسنا المبارك، مجلس الخميس الثقافي في هذه الليلة التي سيلقي علينا فيها الدكتور أمجد شموط محاضرة بعنوان الضمانات العربية لحقوق الإنسان، الحالة العراقية أنموذجا. والدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية لغاية 2018، والآن مدير مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان في الأردن، فليتفضل جزاه الله خيرا. الله يمسيكم بالخير إخواني الأعزاء، أنا سعيد في هذا المساء الطيب أن ألتقي بعدد من إخواننا العراقيين والأردنيين وهذه النخبة من شيوخ العشائر وأيضا الناس المهتمين بالشأن العربي والشأن العام، وفي هذا المكان وبصفته يعني مجلس ثقافي دائما يلتقي فيه المثقفين ومن هم أيضا حديثهم المستمر أو الحديث المطلوب منهم دائما في تسليط الضوء على كثير من القضايا اللي احنا يعني ممكن بحاجة للحديث عنها أو توضيحها. طبعا بنشكر الإخواننا المستضيفين لهذا اللقاء، سعادة الدكتور مثنى حارث الضاري أخونا العزيز، ونشكر إسهاماته ونشاطه المستمر على صعيد إقليمي وعربي في المجال، لا سيما في المجال الثقافي وتعزيز، والتفاته وانتباهه أيضا للقضايا العربية، يعني وهذه قضية في غاية الأهمية، يعني إحنا بجوز بأمس الحاجة لتسليط الضوء باستمرار حول قضايانا العربية، يعني حتى ما نترك للإملاءات الخارجية اللي احنا تعودنا عليها تاريخيا واحنا بنرفضها بطبيعة الحال جملة وتفصيلا، فحتى يكون هنالك يعني حتى نمنع او نسكر ما نعطي فرصة بالمعنى لا الأجندات الغربية أو الأجندات الخارجية المشبوهة اللي بتعبث في مقدرات ومقومات أمتنا العربية، هذا بتطلب منا طبعا مزيد من التضافر والتضامن، ويكون دائما في حوار مفتوح مع كل الأطراف في الدول العربية من مثقفين، من ساسة، من نشطاء مدنيين، من مدافعين عن حقوق الإنسان، حتى بالفعل انه احنا نحمل همنا وقضايانا امام ليس فقط على صعيد عربي واقليمي ولكن على صعيد عالمي امام الرأي العام العالمي، واحنا بجوز ضعاف شوي في الوطن العربي في هذا السياق، وبجوز دائما احنا يعني في حالة دفاع. آن الاوان على الامة العربية ربما ان تتحول من حالة دفاع عن نفسها إلى حالة هجوم حتى في الملف الحقوقي، ربما إحنا يعني ما أحوجنا إلى هذه السياسة أو إلى هذا النهج إنه نتحول دائما من دافع. إحنا دائما متهمين يعني أمام الرأي العام العالمي، دائما متهمين بانتهاكات حقوق الإنسان، دائما متهمين بالتخلف، متهمين بقضايا كثيرة يعني بالإرهاب إلى آخره. آن الأوان إنه إحنا لا ندافع عن نفسنا ونبدأ استباقي ووقائي ونبدأ خطة هجوم مضادة للادعاءات الكثير ربما تكون يعني غير صحيحة. على أي حال ربما هذا الحديث يعني جاء في سياق عام، وحتى نتحدث عن الموضوع الأساسي ونضبط الوقت يعني احتراما للوقت ولحضراتكم، نتحدث عن الضمانات العربية لحقوق الإنسان أو آليات الحماية العربية لحقوق الإنسان. إخواني الأعزاء، يعني بعتقد هنالك العديد
من من آليات الحماية العربية التي تقع في إطار جامعة الدول العربية باعتبارها مؤسسة عمل مشترك عربي مشترك. هناك ما يسمى باللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، تأسست في 68 لجنة حكومات معنية بتطوير وتحسين حالة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، وهي بمثابة غرف أو غرفة تشريع للملف الحقوقي على صعيد عربي. هاي اللجنة اللي أنا يعني رأستها لفترة من الزمن يعني أنجزت بعض الأشياء على صعيد عربي، مثل الاتفاقيات العربية لحقوق الإنسان، اتفاقية الطفل العربي، اتفاقية المرأة العربية، اتفاقية أيضا العمل فيما يتعلق بالعمل ومستويات العمل. هذه اللجنة أيضا أنجزت إخواني بجوز من المهم جدا نحكي عنه ما يسمى بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، تم إقراره بالألفين وثمانية. هذا الميثاق بمثابة اتفاقية عربية لحقوق الإنسان، وهي الاتفاقية الوحيدة أو تكاد تكون اليتيمة على مستوى جامعة الدول العربية وعلى مستوى الإقليم العربي. اتفاقية الميثاق العربي لحقوق الإنسان أو العهد العربي لحقوق الإنسان تم إقرارها بالألفين وثمانية، صادق عليها من 16 ل17 دولة على هذا النظام أو على هذا الميثاق. طبعا أعضاءها 7 أعضاء خبراء بتم انتخابهم من الدول المصادقة على هذا الميثاق. اللي بهمنا في الميثاق إخواني اللي هو أحد إنجازات اللجنة العربية لحقوق الإنسان بصفته هو يعني الآلية الحماية الوحيدة زي ما حكينا، بتم من خلال هذا الميثاق الدولي المصادقة أو طرف أو عضو بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، بموجب هذا الميثاق عليها تقديم تقارير كل 3 سنوات إلى لجنة الميثاق لبيان مدى امتثال الدولة العضو أو الطرف في الميثاق لأحكام هذا الميثاق، وبتقدم الدول العربية بطبيعة الحال هذا التقرير، وبتقدم أيضا مؤسسات المجتمع العربي أيضا كما يسمى بتقرير الظل أو التقرير الموازي. شو أهميته هذا أخواني؟ أهميته يعني هذا بالإضافة للاتفاقيات الدولية المصادقة عليها الدول العربية ومنها العراق وكثير من الاتفاقيات والتشريعات الدولية والإعلانات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، هي من شأنها أنها تعزز وتنهض وترقي من منظومة حقوق الإنسان في عند الدولة، وبطبيعة الحال بترصد الانتهاكات وبتم ملاحظة الدول عليها والحديث عنها من خلال لجنة الخبراء، وبتم نشرها أيضا في الموقع الرسمي للجنة الميثاق. بغية أن الدولة تسعى إلى تحسين منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان حسب الملاحظات اللي بتكون واردة من لجنة الخبراء بما ينسجم مع مقتضيات وأحكام هذا الميثاق، وهو موضوع تقني إلى حد ما. يعني ربما الحديث أو التوسع بالحديث عن هذا الميثاق يعني للناس اللي أكثر التصاقاً بموضوع بجانب حقوق الإنسان أو بملف حقوق الإنسان. المحكمة العربية لحقوق الإنسان كان حلم عربي زي ما كثير من أحلامنا العربية اللي ما تحققت، تم المصادقة عليها بالألفين وخمسطعش من قبل الدول العربية في النظام اللي هو نظام المحكمة، المصادقة على النظام. هاي المحكمة مهمة إخواني جدا لأنها بتنظر في ادعاءات حقوق الإنسان، انتهاكات حقوق الإنسان على صعيد عربي في إطار قضائي، في إطار قضائي وتصدر أحكام. لكن هاي المحكمة حتى تخرج إلى حيز الوجود وتمارس عملها بحاجة لأنه تصادق عليها 7 دول، إلى الآن مصادق عليها 2، السعودية المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.
هذا يعني احنا بنعتبره انجاز نوعي اذا تم طبعا العمل بموجب هذه المحكمة. هنالك ايضا اتفاقيات وهنالك العديد من المؤسسات اللي تتبع لجامعة الدول العربية المعنية بملف حقوق الإنسان على صعيد العمل والمرأة كما زي ما أسلفت والطفل. لكن إخواني بجوز إحنا نتحدث عن الإنجاز المحرز على مستوى أو الضمانات أو الآليات الحماية العربية لحقوق الإنسان بالنسبة لجامعة الدول العربية، لكن الأهم من الحديث عن هذه الآليات هو الحديث عن التحديات اللي بتواجه عمل الجامعة في إدارة حقوق الإنسان أو في إدارة ملف حقوق الإنسان. بعتقد هنالك أشياء بتتعلق بالبيئة البنيوية لعمل أو لإدارة ملف حقوق الإنسان على صعيد جامعة الدول العربية على صعيد الهيكل التنظيمي، وهنالك أشياء تتعلق بالإرادة. إخواني الأعزاء، بعتقد موضوع حقوق الإنسان لم يكن ولن يكن في يوم من الأيام موضوع ترفي أو من باب يعني لزوم ما لا يلزم. موضوع حقوق الإنسان هو التزام أخلاقي في المقام الأول، والتزام ومسؤولية دينية، ومسؤولية أيضا قيمية، ومسؤولية قانونية، قانون دولي وقانون تشريعات وطنية. فما عاد إنه موضوع حقوق الإنسان موضوع يعني موضوع ترفي أو إنه عندنا إنه نتعاطى معه أو ما نتعاطى معه. الدول العربية والأنظمة السياسية بالنسبة للدول العربية في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان يعني بتعاطوا معه أحيانا في إطار المكارم والمنح والهبات، وهذا يعني لا ينسجم مع القيم اللي جاءت فيها أو التي تنادي فيها المعايير الدولية لحقوق الإنسان. لأنه كرامة الإنسان يعني في المقام الأول، وهي مقدمة ومبدأ أصيل ومستقر في الوجدان الإنساني العالمي. فلذلك التعاطي مع هذا الملف من قبل بعض الأنظمة السياسية بعتقد أنه يعني متواضع. ربما إذا بدنا إحنا نطور منظومتنا العربية أو الوطنية لحقوق الإنسان علينا أنه نحرر الإرادة السياسية باتجاه تطوير وتفعيل وتحسين وترقية حقوق الإنسان. كثير من الدول العربية مصادقة على كثير من التشريعات والاتفاقيات والمعايير والإعلانات، لكن مش معكوسة في الممارسة، مش معكوسة في السياسات العامة للدولة. للأسف الشديد دولنا العربية وفي المرحلة يعني أو في العهد الأخير فيما يسمى بالربيع العربي وتداعياته، أصبحت دول يعني ربما أكثرها في حكم الفاشل، ودول أخرى أيضا أصبحت يعني ساحة للنزاعات المسلحة وللحروب الأهلية والطائفية والمذهبية والعرقية. وما رافق كل ذلك بطبيعة الحال إرهاب، إما إرهاب يمارس من قبل الدول في إطار التدخل بشؤون الغير والآخرين، وإما إرهاب أفراد بما سمعنا من داعش وغيره من العنف أو التطرف العنيف فيما يسمى بالتطرف العنيف الإرهاب. وهذا إخواني يعني عكس حالة سلبية وكان له تداعيات سلبية كبيرة وانتهاكات جسيمة في موضوع حقوق الإنسان، وربما إخواننا في العراق تأثروا بهذا الموضوع، يعني سواء كان على صعيد الحروب المسلحة، على صعيد أيضا الإرهاب أو التطرف العنيف ما واجهه العراق في هذا الجانب،
والأهم ربما أحيانا موضوع الاصطفافات، موضوع الاصطفاف السياسي أو المذهبي أو العرقي، أدى أيضا إلى انتهاك كبير وجسيم في حالة حقوق الإنسان. عملية التمييز، بالرغم من أنه العراق بعد 2003 يعني لاحظنا في مرحلة التحول الديمقراطي بأنه شهد خطوات ربما يعني واسعة النطاق وكبيرة في إطار تحسين أو تطوير منظومته الحقوقية، وربما على صعيد تشريعات اتفاقيات دولية صادق على الكثير من الاتفاقيات الدولية، اشتبك مع آليات الحماية الدولية على صعيد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، على صعيد اللجان التعاقدية التعاهدية الدولية للمرأة، للتعذيب، للطفل، للعمالة إلى آخره. لكن أنا بقول ما زالت حالة حقوق الإنسان في العراق يعني متواضعة جدا، وذلك لأسباب ذكرتها أنا، إما لعدم وجود إرادة سياسية واضحة ومباشرة في الانفتاح بشكل أكبر أو في دعم واحترام وحماية حقوق الإنسان من جانب، ومن جانب آخر طبعا ما شهده العراق من نزاعات ومن احتلال في الفترة الأخيرة، وبجوز الدول العربية الأخرى مش أحسن حال بالمناسبة إخواني، يعني حتى نكون إحنا صريحين في هذا الجانب. للأسف يعني وإحنا مش سعداء نحكي يعني عن أوضاعنا، يعني الحال المزري لحالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية أو في الوطن العربي، منطقتنا في سوريا، في ليبيا، في السودان، في كل مكان، في اليمن. بعتقد أنه يعني حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وانسألت أكثر من مرة وين كيف بتقيم أنت كرئيس لجنة عربية لحقوق الإنسان، مين كيف الدول تتعامل مع هذا الملف، أو مين الدول الأفضل أو أحسن بالمعنى. فأنا بجوز صنفت لثلاث محاور أو مستويات. في بعض الدول العربية إخواني تهتم بالحقوق المدنية والسياسية، حرية التعبير، حرية الرأي، التجمع السلمي إلى آخره، تشكيل الأحزاب، تشكيل الجمعيات. وفي دول أخرى من الدول العربية تهتم في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مجال العمل، التعليم، الصحة، قضايا التنمية طبعا. والدول الثالثة يعني للأسف الشديد ما لا بتحترم لا الحقوق المدنية السياسية ولا الحقوق الاقتصادية الاجتماعية، وذلك ربما بسبب أوضاعها الغير مستقرة، الأوضاع الغير مستقلة غير مستقرة بسبب الحروب أو الحرب اللي بتشهدها، النزاع، تداعياته من لاجئين، من نازحين، كل هذا حقيقة برافقه انتهاكات كبيرة وجسيمة لحقوق الإنسان. بعتقد أيضا المنطقة العربية بجوز بتعاني من حالة فساد كبير، فساد على مستوى الدول يعني على مستوى الحكومات، وفساد على مستوى الأفراد. والفساد إخواني يعتبر آفة وتعد يعني انتهاك واضح وصريح وصارخ أيضا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، آفة الفساد سواء كانت ترتكب من حكومات أو من أفراد. أيضا المنطقة العربية بتعاني من هاي الآفة، وهذا الانتشار أيضا في انتشار واسع للفساد، وأسبابه كثيرة طبعا، غياب الرقابة وغياب الحوكمة الرشيدة، من مساءلة، من رقابة، من أيضا حكم المؤسسات، من احترام سيادة القانون. بعتقد إحنا آن الأوان في منطقتنا أنه نتحدث عن
أو نبشر يعني إذا جاز التبشير في فكرة آن الأوان لدور الحكومة، دور المؤسسات، يعني حكم المؤسسات مش حكم الأفراد. نتحرر أو نتحول من أفراد تحكمنا، وهي الأفراد كل فرد وكل شخص بتحدث عن طريقته الخاصة، إلى عمل مؤسسي أو دور مؤسسي للدولة، يكون في دور مؤسسي يحكم الدولة، وحتى ربما نتحدث عن الحوكمة أو الحاكمية الرشيدة أو الحكم الرشيد، احترام سيادة القانون، احترام دور المؤسسات، الرقابة، المساءلة، الشفافية، المحاسبة، كل هذه متطلبات الدول الناجحة. ربما احنا في الآونة الأخيرة ما أحوجنا أنه احنا نلتصق أو نشتبك أكثر في هذا الجانب، لأنه عانينا ما عانينا في الفترة الماضية، وكان هذا كله بلقي بظلاله على حالة حقوق الإنسان، وإله تداعيات سلبية على حالة حقوق الإنسان، من فساد، من اصطفافات. هاي الاصطفافات إخواني بالمناسبة يعني أينما وجدت، أينما يعني فسخت الدولة وحولتها من دولة مؤسسات إلى دولة فاشلة للأسف، وهذا ينعكس مما يؤدي إلى انعكاس سلبي على حالة حقوق الإنسان. تحدثنا عن تنمية، تحدثنا عن حقوق اقتصادية، مدنية، سياسية، اجتماعية. بعتقد هذا جانب مهم. أيضا ربما أنا زرت الجمهورية العراقية بال2017 والتقيت بعدد من المسؤولين الرسميين في العراق، وكانت بمبادرة مني شخصية حقيقة كرئيس لجنة، والتقيت بعدد من المسؤولين العراقيين وشفت حقيقة هنالك عدد من المؤسسات العامة والرسمية والشبه رسمية اللي يعني معنية بملف حقوق الإنسان، وهنالك في جهود وطنية، يعني للأمانة هنالك في جهود وطنية كبيرة لتطوير وتحسين حالة حقوق الإنسان في العراق. لكن بعتقد العراق كما عبر لي عدد من إخواننا الدبلوماسيين بأنه العرب تركوا العراق، وهذا حقيقة إخواني، العراق ترك بمقوماته، ترك بمقدراته، بشعبه، بجغرافيته، بديموغرافيته، بخيره، باقتصاده، ترك للآخرين. والآن بعتقد أنا بكل صراحة وبكل شفافية ونزاهة وأمانة، ما يصيب العراق هو لأن العراق ترك من أمته العربية لفترة طويلة. هذا الكلام أنا سمعته ولمسته أيضا، والجميع طبعا أنتم مهتمين إخواني الأعزاء وفي منكم من إخواننا العراقيين بعرف هذا الأمر تماما وبحس فيه. وربما إحنا صحينا متأخر على التدخلات الخارجية اللي بتعبث في مقدرات العراق ومقوماته وبيئته والديموغرافية، وهذا كله طبعا في إطار أجندات التقسيم وأجندات السيطرة والهيمنة والنفوذ. وللأسف بعتقد يعني إحنا بالفعل صحينا متأخرين، لأنه أصبحنا كنا دخلنا في هذا المستنقع الآسن، كل المنطقة العربية بسبب التدخلات الخارجية. خلينا نحكي بأكثر من ذلك، إيران الجمهورية الإيرانية عندها أجندة إخواني، يعني في الملف العربي عندها مشروع في المنطقة العربية. وبعتقد غياب العرب عن كثير من الدول وعدم الاستقرار وحالة عدم الاستقرار والحروب وإلى آخره، وما أيضا رافقوا من أيضا ربما حتى أحيانا موضوع الإرهاب المسيس إذا جاز التعبير، اللي مدعوم من بعض الدول لتفتيت بعض الدول، هذا كان له أثر سلبي على الأوضاع في المنطقة العربية. والعراق أحد الدول التي تأثرت تأثر مباشر، طبعا تأثر سلبي أدى إلى أنه قرارها أصبح مش بإيدها كدولة ومسلوبة القرار ومسلوبة الإرادة.
بالرغم من كل ذلك هنالك في قوى محبة، وأنا لمست إخواني في زيارتي للأمانة في العراق بأن هنالك من إخواننا العراقيين من كل الطوائف وكل المذاهب حابين ينهضوا بالعراق وغيروا وحسنوا من صورة العراق ومقدرات العراق وتطويرها وتحسينها وعودة العراق إلى أمته العربية. كثير من الإخوان اللي التقيتهم وشعرت بعندهم بأنه عندهم نفس أنه آن الأوان للعراق أنه ينهض من كبوته، وأنه أيضا القوى السياسية أيضا تتجاوز كثير من الأجندات الضيقة أو المربعات أو الهويات الفرعية لتغليب مصلحة العراق على المصالح الفردية والشخصية. بعتقد هو موضوعنا مش يعني موضوع سياسي، وإن كان الحقوقي دائما بيشتبك بالملف السياسي. اللي أنا بدي أوصله يعني هو أصلا تدخل أي دولة في شؤون الآخرين هذا يتعارض مع مبادئ القانون الدولي العام، وهذا جزء القانون الدولي العام جزء من القانون الدولي، جزء من منظومة حقوق الإنسان، أو حقوق الإنسان هي جزء من القانون الدولي العام. لذلك عدم احترام سيادة الدول بسبب المصالح، وهنا أخواني دائما وباستمرار ملف حقوق الإنسان حتى على صعيد دولي بتم تسييسه، وهنالك الانتقائية وهنالك لعبة المصالح. يعني اللي بحكم ملف حقوق الإنسان على صعيد دولي، وهذا تحدي بالمناسبة، اللي بحكمه المصالح ما بتحكمه المعايير الدولية لحقوق الإنسان. عمرها ما حكمت المعايير الدولية أو الاتفاقيات أو الشرعة الدولية لحقوق الإنسان حكمت ملف حقوق الإنسان، وإنما تحكم المصالح السياسية، والمنتصر هو من يرسم المصالح السياسية ويحقق المصالح السياسية القوي. لذلك بعتقد هذا تحدي كبير على منظومة حقوق الإنسان العربية. لذلك بجوز كنت أنا دائما وباستمرار طالب في جامعة الدول العربية أنه إحنا آن الأوان علينا كمنطقة عربية وكوطن عربي، حتى البعض ما بحب نحكي وطن عربي، لكن أنا ما زلت مستمر على أنه إحنا وطن عربي مش منطقة عربية أو منطقة شرق أوسط. آن الأوان أنه إحنا يعني بالفعل نتضامن ونتضافر مع بعض حتى نطور من أوضاعنا التنموية والاقتصادية والسياسية والحقوقية، حتى ما نسمح دا لاستمرار الأجندات الغريبة والخبيثة. ربما أحيانا إخواني من بين التحديات اللي بتواجه أيضا منظومة حقوق الإنسان على صعيد عالمي وعلى صعيد عربي بأنه تتهم هاي المنظومة بأنها منظومة غربية وغريبة بالتالي، وهذا تتضرع فيها بعض الأنظمة السياسية، وهذا صحيح، هذا كلام يجانب الصواب، غير صحيح على الإطلاق. ربما على صعيد إرث عربي حضاري نجد هذه المضامين موجودة، يعني احترام حقوق الإنسان والكرامة والعدل المبادئ الأساسية في منظومة حقوق الإنسان. ربما على صعيد ديني، على الدين الإسلامي بتحدث من 1400 عام أو 1400 سنة وأكثر ونيف عن حقوق الإنسان، وهنالك في محطات مضيئة كثيرة أيضا في ديننا الإسلامي الحنيف. فبعتقد أنه هاي يعني مقولة حتى تفلت الدول من التزاماتها الدولية في ملف حقوق الإنسان، فبتحكي حقوق الإنسان هذا غربي أو غريب، هذا جاينا من مجتمعات غربية أو غريب. فهاي جزء من التحديات اللي بتواجهها أمتنا العربية ومنطقتنا العربية فيما يتعلق موضوع حقوق الإنسان. موضوع التسييس طبعا والازدواجية والانتقائية هذه تحديات ما زالوا بيحملوا موضوع حقوق الإنسان على أنه يعني بالنذر اليسير، وبيشتبكوا مع الآليات الدولية لأنها في إطار إملاءات خارجية، يعني تحترم الإملاءات الخارجية في المنطقة العربية على الإملاءات أو على المتطلبات أو الالتزامات العربية على صعيد جامعة الدول العربية. يعني هنالك في فرز وتمييز إخواني ما بين ما هو يأتي
من جامعة الدول العربية في إطار مؤسسات عمل عربي مشترك، وما هو يأتينا من الغرب في إطار إملاءات. اللي يأتي من الغرب في إطار إملاءات هذا يعني بتفتح له الطرق وبتم استقباله يعني بطريقة واسعة وواسعة النطاق وكبيرة وإيجابية إن شاء الله. إحنا إخواني الأعزاء يعني منكون هيك، أنا عملت بجزء يعني إسبوتات أو إضاءات سريعة على قضايا حقوقية يعني في المنطقة العربية، لكن إخواني الأعزاء يعني بختم بأنه المنطقة العربية للأسف يعني موضوع حقوق الإنسان عماله في انحدار كبير، خاصة ما بعد الربيع العربي، وكثير من الدول تحولت إلى دول فاشلة ما بنعرف، إما بما هو ما يسمى بالربيع العربي المدعى فيه، ربما الربيع العربي انعكس على بعض الدول بإيجابية بحالة من الإيجابية، وربما بعض الدول لا انعكس بحالة من السلبية والفشل الذريع، انهارت مؤسسات الدول في كثير من الدول العربية. فلذلك وصار نزاعات وصار طبعا نزوح ولجوء، واحنا بنلاحظ يعني اكثر الدول الان بتستقبل للجوء واكثر الدول ايضا المصدره للجوء هي الدول العربيه على صعيد عالمي. فهذا طبعا اللجوء والنزوح برافقه وباستمرار انتهاكات واسعه النطاق وانتهاكات جسيمه وخطيره لاوضاع حقوق الانسان ولحالة حقوق الانسان، وربما اكثر الاطراف اللي بتكون متضرره في حاله الحروب والنزاعات واللجوء والنزوح هي الفئات الاكثر اختطارا او الفئات الاكثر تهميشا، ولا سيما المراه والطفل وكبار السن. ان شاء الله اني بكون توفقت في هاي تسليط الضوء او الحديث حول الملف الحقوقي على صعيد المنطقه العربيه. بشكركم كمنظمين ومستضيفين، وان شاء الله بنتامل يعني طبعا احنا لاخواننا في العراق العظيم الاستقرار والتقدم والنجاح، وهذا لن يكون إخواني إلا بهمة أبناء المخلصين والشرفاء، وإحنا إن شاء الله يعني ثقتنا فيك عالي، ربما يعني إن شاء الله بيكون هذا يعني في أسرع وقت، ونشوف العراق يعني دائما في أحسن حال يعني على صعيد أفراد وعلى صعيد كدولة أيضا، دولة ذات عمق وثقل. شكرا. جزا الله خيرا دكتور أمجد شموط على هذه المحاضرة وعلى هذه المشاعر الطيبة في ختام المحاضرة، ونفتح باب المداخلات والأسئلة من جديد. نشكر السيد المحاضر على ما قال به، ولكن لدينا حقيقة تعقيبات على ما تفضل به. أولا، كيف تساوي ما بين الاحتلال وتسميه تحويل ديمقراطي؟ الاحتلال أتت به دولة غاشمة غزت العراق وانتهكت حقوق الإنسان وقتلت ما يزيد على 2 مليون شخص من العراق وقسمت العراق ديموغرافيا ولم تبقي ولم تذر في العراق شيء. فمن غير المناسب أن تطلق على هذا الاحتلال الغاشم التي أتت به دولة انتهكت حقوق الإنسان العراقي وانتهكت كرامة الإنسان العراقي وتسميه تحول ديموغرافي. أنا لي سؤال ولي تحقيق. السؤال الأول يتعلق بما ذكرته بشكل سريع عن محكمة العدل العربية، أو أسميتها هكذا، أو محكمة المحكمة العربية، المحكمة العربية لحقوق الإنسان. أردت فقط أن توضح لنا، لأننا دائما في مشاكلنا العربية نلجأ إلى محكمة العدل الدولية إذا لجأنا إليها، ولذلك نحن نواجه مشكلة كبيرة كمنطقة عربية في هذا المجال. فهل ستلعب هذه المحكمة المتعلقة بحقوق الإنسان دورا في هذا المجال؟ محكمة العدل الدولية حسب معلوماتي المتواضعة لا تأخذ إلا القضايا التي ترفعها الدول وليس المؤسسات أو الأفراد، فأرجو أن توضح لنا هذا الدور ولماذا لم يصادق عليها إلا من قبل دولتين عربيتين. التعقيب الآخر الذي الحقيقة ما ذكرته نقلا عن الذين التقيت بهم في العراق، الأمة العربية لم تترك العراق،
العراق هو الذي ترك الأمة العربية من خلال السلطة التي ارتبطت بالمشروع الإيراني. ولذلك تجد أن المناهج، أن الإعلام لم يعد يتكلم عن العربي، بل إنه وصل إلى حد أنه حتى لا يذكر قضية الإسلام بقدر ما يذكر القضايا المذهبية. ولذلك المشكلة ليست في الأمة العربية، المشكلة في التوجهات الخطيرة الموجودة حاليا في العراق والتي تريد أن تطمس الهوية العربية تماما. شكرا جزيلا. تعقيبات بسيطة على ما جاء في المحاضرة. بالنسبة الدكتور ذكر أنه الإرهاب وذكر تنظيم الدولة دون غيره المعروف باسم داعش أيضا، لكن هناك تعتيم إعلامي، هذا يؤكد أن هناك تعتيما إعلاميا كبيرا على ما يجري حقيقة في العراق بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية الفاعلة في العراق. تقول أن القوات الحكومية والميليشيات ارتكبت انتهاكات أبشع بكثير وأجسم وحجمها جسيم لا يقارن بتلك التي ارتكبها التنظيم. لكن هنا يعني مسألة التعتيم الإعلامي ممكن يعني نفهم لماذا ذكر الدكتور التنظيم دون غيره من الجهات المرتكبة للانتهاك. الدكتور قارن في كثير من المواضع الحالة العراقية بدول الربيع العربي، وهذا أنا طبيب طبعا أفهم الموضوع، كما تشبه المريض بالسرطان بمريض بفلونزا، يقول لكم أثناءتهم مرضى، it's okay أثناءتهم مرضى، لكن هذا مريض بالسرطان، مسألته كبيرة، مشكلته عويصة. أما المريض في بالفلونزا يكون والله كلهم مرضين بالسرطان يا سيدي على كل هي وجهة نظر والله إيه نعم. ذكر الدكتور مسألة الفساد وأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان في العراق، تقنين الفساد يعني مسألة ينفرد فيها العراق عن غيره، أنه في العراق يا دكتور أمجد والسامعين جميعا أنه يعني الفساد مقنن، الفساد برخصة حكومية، أبدا يخرج الفاسد ويقول أنا كذا وكذا ويتشدق بها كأنما هو موضوع. على سبيل المثال وزير واحد في حكومات الاحتلال سرق يعني خلنا نحكي ميزانية الدولة، هو وزير واحد ميزانية الدولة العربية كمان. المسألة الأخرى احنا ولو نطيل لكن يعني حتى لا تختلط الأوراق، تحدث الدكتور عن الأمل في الحكم الرشيد. الحكم الرشيد يقترن بدولة ممكن ترتبط يعني باسم الدولة، لها صفة الدولة في العراق بشهادة العالم أجمع هو دولة فاشلة فاسدة لا ترقى أن توصف دولة. يعني هكذا حتى الأمريكان الذين احتلوا العراق يصفونه بهذه الصفات. مسألة أخرى بس شوية يعني حلمك علي يا دكتور، ذكر الدكتور أنه زار العراق مشكورا بمبادرة شخصية منه، شوف انتبه مش بدعوة، لا يعني وأنا تحملت أصلا اللي تحملته من وراء هذه الزيارة على عيني حتى على مستوى الجامعة يعني. لكن أنا أسأل الدكتور أمامكم حيثيات هذه الزيارة، مآلات الوعود التي استمعها من قبل المسؤولين حصرا اللي التقاهم، هل رأت النور هذه الوعود؟ احنا اليوم من 2017 صار سنتين ونص صحيح دكتور؟ فهذه يعني الوعود اللي سمعتها هل هي تنفذت؟ هل جرى تنفيذها؟ السؤال الجوهري، كيف يمكن التواصل مع جامعة الدول العربية لتثبيت هكذا جرائم ارتكبت بحق الإيرانيين من غير نهج الحكومة؟ فهل يمكن توثيق هذه حتى يعني ترفع الضبابية؟ نحيي الدكتور أمجد الله يعطيك العافية ويسدد خطاك.
مجرد سعيك للخير لحقوق الإنسان هذه نبيلة. وقد استطاعت الحكومة العراقية أن تضللك وأن تريدك ماذا تريد، إنه عندنا مؤسسات وعندنا صحيح، إنه عندنا على قولك إنه عندنا حقوق إنسان وعندنا إنسان وعندنا تفاعل فيما يسمى بمشروع حقوق إنسان. والصحيح يعني هذا القصور الذي أسميه في الجامعة ليس بالأشخاص، في الجامعة وفي كل المنظمات، أنا أكون مراسل التايمز في سوريا كي يوثق التعذيب والمغيبين 7 سنوات بقي فيها، وتقرير عندي 7 سنوات. انطباعك جيد انه في دولة بدها تساوي شيء، لكن حقيقة هذا المشروع مشروع تضليلي الذي يحدث في أرض العراق، تضليل في تضليل، لأنه من يقوم عنه؟ الولاية حينما تقوم طهران تقول تعتبر العراق إحدى الولايات الإيرانية والباقي بدون تعليق، فضلاً عن الميليشيات، فضلاً 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 عن ذلك. لذا أنا أقول جهدك مبارك كشخص، لكن هذا تخيل معي الله يحفظك كافة المنظمات اللي بتزور العراق كما شخص يزورك، أنت تري ما تريد، لكن ما يحدث هو الآن نطالب، وهذا للدلالة حتى يصير في عندي ضوابط وفي عندي كلام ومظلة، لا بد أن يوثق كل ما يحدث في العراق ليكون ينطق بلسانه مش بلسانهم ولا بلسان مؤسساتهم. شكرا جزيلا للدكتور رمزي الجموط على هذه المحاضرة، ولجميع الإخوة الذين تداخلوا معه وعقلوا عليه وسألوا، وميزة هذه المحاضرة أنها أثارت هذا النقاش وفعلت هذا الموضوع المهم، موضوع حقوق الإنسان، ولا سيما في هذا الوقت الذي نشهد فيه الجريمة الكبرى، جريمة الإخفاء والتغييب القسري، التي تحاول الحكومة في بغداد وكل الجهات السياسية الأخرى تغييبها وطمسها وعدم الكشف عنها بأي وسيلة ممكنة. فالمحاضرة وإن لم تتعرض لهذا الموضوع بشكل خاص لطبيعتها، لأنها تتحدث عن الحالة العربية لحقوق الإنسان العراق المنتج، ولكنها جاءت في هذا السياق وهو سياق الاهتمام بموضوع حقوق الإنسان. وأنا أتفهم تماماً طبيعة الطرح الذي طرحه الدكتور أمجد، فهو رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية سابقاً، وأنا أجزم تماماً من خلال خبرتي به ومشاركاتي الإعلامية السابقة في وسائل الإعلام ولا سيما معنا في قناة الرافدين وغيرها، أن ما قاله أو الحديث الذي دار الآن مع أيضاً تحفظي على بعض فقراته واعتراضي عليها، ولكن دار في إطار التحفظ وهو سياق مفهوم ومعروف ومعتمد لبعض المشتغلين بالجانب الرسمي ولا سيما في الجامعة العربية. ولكن أعتقد أن هذا المجلس والمؤسسة التي تدير هذا المجلس وطبيعة الظرف الذي نمر فيه لا يمكن أن يتقبل أو يتفهم حديثاً أقرب ما يكون إلى التجرد والواقعية والحياد بين ظالم ومظلوم، بين منتهك من حقوق الإنسان ومن وقع عليه فعله الانتهاك. وأود هنا أن يعني كفاني الأخوة الدكتور هلال والدكتور الأدهمي والدكتور عينان والشيخ عبد القادر النايل والدكتور محمد القيسي بيان هذا الأمر. أنا فقط أنبه على جانب سياسي. أولاً أنا أتفق مع الدكتور في جانب وأتفق مع الدكتور الأدهمي في جانب، فكلاهما مصيبة. فالعرب تركوا العراق والعراق الإيراني ترك العرب، كلاهما ترك الآخر. ابتداء العرب تركوا العراق بعد الاحتلال، تركوه لقدره وتركوا العراقيين لمصيره، ولم يقوموا بالجهد الكافي، وأقصد العرب هنا النظام الرسمي العربي، النظام الشعبي العربي، فعل ما فعل وله من التحية. الشعوب العربية وقفت مع الشعب العراقي وما زالت. النظام السياسي العربي ترك العراقيين لقدرهم وآمن بالعملية السياسية وضغط على كل الأطراف الوطنية محاولاً إجبارها الدخول في العملية السياسية، بل ووقف أيضاً موقفاً سلبياً جداً من المقاومة العراقية. ولم يفق هذا النظام العربي الرسمي إلا متأخراً في عام 2009
وهذه الإفاقة لم تناسب الإغفاء الطويلة، فإذا به يعود مرة ثانية لمحاولة إقناع من لم يدخل في العملية السياسية بدخولها، لأنها الحل الوحيد كما يطرح، أمر واقع تعاملوا معه بأي طريقة، وعلى لسان أحدهم انتخابات ناقصة ومعيبة، ولكن ادخلوها شاركوا فيها، وكان الانتخابات والعملية السياسية هي العرب. فإذا النظام العربي الرسمي ترك العراق، وها هو الآن النظام العربي الرسمي ينال نتائج هذا البلد كجزاء سلمان، فها هي سوريا، وها هي اليمن، وها هو لبنان، وها هي ليبيا، وكلها حلقات يوم ضيعت حلقة العراق ولم يتم الوقوف معه. ثم دخلنا في حلقة أخيرة الآن، وهي ما يسمى وما يدعى بالصراع الأمريكي الإيراني، وهو كله يجري أيضا في المنطقة، ومرة ثانية نقع في الخطأ ونوالي هذا الطرف أو ذاك الطرف، متعلقين بأحلام كما قال الدكتور، بأحلام لا واقعية لا. هذا من جانب. من جانب آخر، عندما زار الدكتور العراق واستمع لوجهة النظر التي تقول لقد تركنا العرب، أكيد أننا نتحدث في هذه النبرة أحد اثنين، أما من الطرف السياسي المستضعف المستبعد الذي لا يهش ولا ينش ولا يأثر على العملية السياسية، ووجوده مجرد ديكور لإرضاء الشرعية عليها، وتعرفون من أعني، أو من الطرف الآخر المراوغ المسيطر المهيمن الذي يتمنى بل يفرح بل هو سعيد بغياب الدول العربية وابتعاد الدول العربية عن العراق، لأن هذا الغياب مكن للنفوذ الإيراني، ولكنه يقولها بلسان المجاملة. لماذا بلسان المجاملة؟ لأنه يصنف وزير عراقي، رئيس وزراء حكومة عراقية، رئيس جمهورية عراقية، رئيس برلمان عراقي، والهوى والمعدن والقلب والتوجه والسياسة الإيرانية القالب تماما. وهذا هو لسان الحال الذي كانوا يسمعونه للجامعة العربية. وتجربتنا كما يعرف الدكتور أمجد مع الجامعة العربية طويلة وعريضة، ونعرف بخفايا الأمور، وأحيانا كنا نزور الجامعة العربية بشكل يومي في السنوات الأولى للاحتلال. فإذا هناك محاولة للتلبيس، محاولة للتدليس بإظهار الجانب الكبير في مجال التشريعات. أنا أقول التشريعات التي صدرت فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقوانين وما يتعلق بها بعد الاحتلال، والتي أجبرت الطغمة الحاكمة في العراق على إصدارها تمشيا مع الإرادة الأمريكية لإظهار أنها ديمقراطية حقيقية، أشياء جيدة وطيبة من الناحية النظرية، صياغات عامة، صياغات بأعلى مستوى لحقوق الإنسان، مثلها مثل باقي الصياغات الأخرى الموجودة في كثير من دولنا العربية والإسلامية. لكن العبرة ليس في هذا الجانب، العبرة في واقع حقوق الإنسان في العراق. هل هذا المكتوب طبق على أرض الواقع؟ هل نفذ؟ هل يراعى حتى لو 1% منهم؟ الذي جميعنا نعرف أن هذا غير موجود. ومن هنا أقول المقارنة مع الأنظمة العربية ولا سيما دول الربيع العربي، من جانب أننا مصابون جميعا بالسرطان، لا بأس نتفق على هذا، ولكن هناك سرطان في مرحلته الأولى، سرطان في مرحلته الثانية والثالثة والرابعة، سرطان له علاج، سرطان له معالج، وسرطان ليس له معالج. العراق سرطان كبير فيه، ولكن ترك لقدره، الذي ينام الآن ويعين في خيمة من خيم النازحين في أربيل، في سليمانية، في توك، في ديالة، حتى في الأنبار، في صلاح الدين، مريض بالسرطان ولا يجد المعالج ولا يجد الدواء، ولا يجد حتى من يقول له عافاك الله وشافاك الله أو يدعو له، بخلاف حالات أخرى. فإذا جميعنا مصابون بالسرطان، لكن مع الفارق، السرطان الحسي الواقعي الحقيقي كمرض الآن في العراق أصبح داءً وبيلاً، والشواهد كثيرة في مستشفيات عمان ومستشفيات الهند ومستشفيات أوروبا وتركيا وما إلى ذلك. فإذا حالة حقوق الإنسان في العراق مشابهة لحالات كثير من الدول العربية في تغييب الحقوق السياسية بكرجة الأساس، فضلاً عن أمور أخرى. إذا قارنا العراق بدول عربية كثيرة، نكتشف أن العامل المشترك في موضوع حقوق الإنسان المغيب هو الجانب السياسي، حرية الرأي، حرية التجمع، إنشاء الأحزاب، إنشاء الجمعيات وما إلى ذلك. باقي الدول فيها هذا الشيء، وإن كان ظاهرياً صورياً ليس له مفعول كبير، ولكن على الأقل هو موجود، وهناك قانون، وهناك محاكم يمكن أن تنظر في بعض القضايا، نعوك ضغوطات وإرادات وفساد وما إلى ذلك، لكن أصل موجود. هذه الصورة غير موجودة في العراق
في المرة، وأنا أعي تماما أن الدكتور يعي هذه القصة، ولكن هناك اعتبارات معينة تجعله عندما يقارن يبقي مجالا للرأي الآخر لوجهة النظر الأخرى. ولكن أعتقد أن هذا المجلس بتوجهه بخاصيته بطبيعته بمحاضراته السابقة بالمؤسسة التي تشرف عليه له اتجاه ورأي واضح جدا، وهو رأي سياسي أولا تسنده الأدلة والوقائع على الأرض. ولا يمكن في هذه المرحلة أن أتقبل هذا الطرح في هذا المجلس من باب وجهة نظر، أتقبله في ندوة علمية كذلك، أتقبله في مؤتمر، أتقبله في لقاء صحفي وغير، أمر طبيعي جدا. وأدعو الأخوة الذين ردوا أيضا، طبيعة الردود وإن كان فيها الشدة ولكنها تعبر عن ألم كما قال الدكتور هلال، فهي ليست موقف ما من الدكتور أمجد، وأنا أعتقد أن الدكتور أمجد يعتصره أيضا الألم لما يجري في العراق والأمة، وهو قد بدأ حديثه بهذا الموضوع. ولكن أحيانا زوايا النظر، تقديرات الموقف، طريقة الطرح قد تختلف من شخص إلى آخر بحكم اهتمامه وثقافته والموقع الذي يتحدث فيه وما إلى ذلك. ولعل الدكتور، وهذه يعني للطرف، قد فوجئ بأن مستوى الحديث هنا في مجلسنا هذا مستوى عالي جدا. يا دكتور لا توجد حدود عندنا في هذا الموضوع، والحمد لله الإخوة هنا في الأردن فسحوا لنا مجالا كبيرا في هذا المجال، فلهم من الشكر الجزيل، ولك أيضا الشكر الجزيل على هذه المحاضرة، ونتمنى حوارات قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا إخواني المتداخلين. يعني أنا أبدا مش إنه، على العكس، أنا سعيد بمستوى الحديث وسقف الحديث، لكن حتى لا أقول أخوي الدكتور إنه بيحكي عن الاحتلال الديمقراطي، لا مش هيك أنا قصدي، يعني وفهم غلط مني. أنا الاحتلال إحنا بنعرف إنه الأمريكان والصهاينة غاصبين وجهين لعملة واحدة، زي ما هم في فلسطين، في العراق، في كل الدول. لما أقول العراق عاد فيها اصطفاف سياسي واضح وممنهج، شو بدها تكون حالة حقوق الإنسان فيها؟ يعني إذا الدول المستقرة اللي بتعتقد نفسها مستقرة أو تدعي أنها مستقرة أو كانت مستقرة، كيف بدها تكون فيها حالة حقوق الإنسان خاصة في المنطقة العربية؟ فما بالكوا عن دول غير مستقرة سياسيا، فيها اصطفاف اجتماعي، فيها اصطفاف ديني، عرقي، مذهبي، طائفي، وبعرف كل الأشياء اللي أنتوا تحدثتوا فيها. موضوع إخواني إنه أنا لا، العكس، أنا يعني تعاونوا مع الخارجية وزرت العراق بمبادرة، وبعدين زار الأمين بعدي، أمين عام الجامعة، بالرغم إنه كان في قطيعة طويلة من جامعة الدول العربية للعراق والانفتاح على العراق. بعديها صارت دول فتحت خطوط، عشان تكونوا في الصورة، أنا نقلت كمان الصورة لدول عربية إنه العراق أنتوا ليش تركينه؟ إذا أنتوا بالفعل جادين أنه تعملوا استجرار واستدارة لموقفكم، ارجعوا للعراق مرة ثانية، افتحوا قنوات الاتصال مع العراق، سواء شعبي، رسمي، مؤسسات مجتمع مدني، أفراد، قوى حزبية، وجهاء عشائر إلى آخره. إذا أنتوا بدكم بالعراق عربي، يرجع عربي أو يعود عربي زي ما هو عربي. لكن خلينا احنا هلا نفكر ما بعد الانتهاك. هلا انتم تحدثتوا في انتهاكات، واحنا حكينا بانتهاكات، كيف بدنا نصلح الحال؟ كلام يعني ان شاء الله، يعني اني حاولت اني اغطي على اكثر الاشياء، يعني ارد. شكرا مره ثانيه اخواني الاعزاء على الاستضافه، وانا يعني بشكركم على حسن الاستماع، وعلى اني بجوز مللتكم او كذا، ولكن اخواني بدكم تعرفوا اني انا محايد وموضوعي، وبحاول اوازن يعني قدر الامكان، اعمل موازني في الخطاب تبعي الى قدر ما يمكن، يعني بحيث اني ما اضيع الحقائق او افقد الحقائق مضمونها. لا، في انتهاك، لكن علينا كيف نعالج هذا الانتهاك يد بيد، يعني كمؤسسات مجتمع مدني عراقي وكمؤسسات مجتمع مدني عربي، كيف نصل للعالمية ونستفيد منها في رفع الانتهاك والحد من الانتهاك في العراق وغير العراق. أمتنا العربية كلها منتهكة، سواء من الخارج الغريب أو من حكوماتها أيضا. يعني الانتهاك بوجهين، انتهاك داخلي من خلال الحكومات للأفراد، ومن خلال الدول الكبيرة والدول الغربية كيف بتنتهك
أيضا حقوقنا العربية على مستوى أفراد الشعوب. شكرا لكم، طبتم وطاب مساءكم. شكرا. شكرا جزيلا للدكتور أمجد شموط، ونلتقي إن شاء الله في أسابيع قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.